مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج ست النكهات. إن شاء الله اليوم رح تقضوا معنا وقت حلو وحلقة حلوة بالمرحلة الأولى من برنامج ست النكهات. اسمي ألاء نبيل إبراهيم عليان، عمري 31 سنة، أنا أم لثلاث أطفال، أنا ست بيت وهوايتي الطبيخ، بحب كتير الطبيخ. اسمي أروى محمد عبد الكريم الميمي، عمري 39 سنة، ربيت بيت ما بشتغل، من هوايتي الطبيخ، قدمت على البرنامج والحمد لله تأهلت. هلا احنا المكون السري في العادة بنختاره من مكونات أساسية موجودة عندنا في البيت، فالمكون السري اللي اخترناه اليوم الطحينة. أنا بدي أعمل زهرة بطحينة مع لحمة مفرومة ورز أبيض وجنبها صحن سلطة، وأنا راح أعمل فتة شاورما. صبايا ما تنسوا أي شيء من الأغراض لأنه ما في رجع بعد ما يخلص الوقت. الوقت كثير يطير بسرعة. ألاء وأروى، صار مارك من الوقت 10 دقائق، معاكم 20 دقيقة. يا سيدي يا سيدي على التقطيع. هلا بدي أضيف المنتج على اللحم. أوكي نور. يلا البهارات ولا المرقة؟ طبعا صبايا ضايل راح 15 دقيقة وضايل 15 دقيقة، يعني صرنا من نص الحلقة. فيها معلقة لبن، بعدين بحط التومة، بحط شوي من البهارات الكنور واسنها على الغاز اغليها واجهز. يا سيدي أروى ولا اوكي شيف 60 ثانية 50 ثانية 40 ثانية. يعطيكم ألف عافية صبايا، رح نتذوق الأطباق ونعطيكم رأينا فيهم. أكيد في جمع نقاط ست بنود، اللي بتجيب أعلى هي رح تنتقل معنا للمرحلة الثانية من برنامج ست النكهات رمضان 2023، واللي رح تطلع معنا للمرحلة الثانية في موسم الكرم والضيافة هي أروى. الف مبروك. مبروك أروى. الله يبارك فيك. مبروك أروى، بدعتوا.